قذف الرئيس الأمريكي بالحذاء في وجهه ورد كرامة العرب والمسلمين. إنه الإعلامي العراقي منتظر الزيدي. منتظر الزيدي من مواليد 15 من كانون الثاني يناير عام 1997، مسلم شيعي نشأ في مدينة الصدر إحدى ضواحي العاصمة العراقية بغداد. تخرج في كلية الإعلام بجامعة بغداد وهو أعزب يعيش في شقة وسط العاصمة. له ثلاثة أشقاء وأخت واحدة. يتميز بهدوئه مع زملائه، معروف برفضه الاحتلال الأمريكي للعراق. عرف الزيدي بمهاجمته للسياسة الأمريكية في العراق من خلال التقارير التي يبثها على شاشة قناة البغدادية، حيث يعمل بالقناة منذ إنشائها عام 2005. كان عضواً في اتحاد طلبة العراق وهو مستقل وليس له انتماء حزبي. منتظر الزيدي اشتهر بقذفه زوج حذائه صوب الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء انعقاد مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 2008. أصاب أحدهما علم الولايات المتحدة خلف الرئيس الأمريكي بعد أن تفادى الحذاء بسرعة فائقة. بحسب قنوات فضائية، فقد كسرت ذراع منتظر أثناء اعتقاله من قبل الحرس القائمين على الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي. أودع لاحقا في أحد سجون العراق بعد الحادث مباشرة، ويذكر أن الرئيس بوش أكمل المؤتمر الصحفي مع المالكي. منتظر الزيدي كان يسكن في مدينة الصدر إحدى ضواحي العاصمة العراقية بغداد، والتي تعتبر معقل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. شهد اليوم التالي لحادثة رشق الرئيس الأمريكي بالحذاء تظاهرة شعبية في مدينة الصدر تطالب بإطلاق سراح الزيدي بحجة أنه كان يمارس الديمقراطية التي تدعو إليها الولايات المتحدة. يقول أحمد علاء أحد أصدقاء الزيدي المقربين وزميله بقناة البغدادية أن أحد أفضل تقارير الزيدي كانت حول زهراء التلميذة العراقية الصغيرة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال. فقد وثق الزيدي المأساة في تحقيقه الصحفي، حيث أكسبه هذا التقرير احترام العديد من العراقيين وربحه العديد من القلوب في العراق. كما رفض الزيدي عرضا بالعمل مع قناة موالية للاحتلال. أيضا رفض الاحتلال تماما، كما رفض اشتباكات المدنيين، وقالوا أنه اعتبر الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تشريع للاحتلال. كان أول ظهور للزيدي على الساحة العالمية حين تم اختطافه من قبل جماعة مجهولة، وحين اعتقلته القوات الأمريكية مرتين. تعرض الزيدي للاختطاف أثناء توجهه لمقر عمله في 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2007. وقال مصدر من جماعة مرصد الحرية الصحفية أن عائلة الزيدي اتصلت به مساء الجمعة، إلا أن شخصا آخر رد على هاتفه المحمول وقال أن جماعته اختطفت الزيدي. خلال عملية اختطافه، خصصت قناة البغدادية التي يعمل بها برنامجا من ساعتين له في 18 من تشرين الثاني نوفمبر من نفس العام. قال الزيدي إن الخاطفين أجبروه على الدخول إلى سيارة وضربوه حتى أفقدوه الوعي، ثم استخدموا ربطة عنق في تعصيبه، كما استخدموا رباط أحذيته لتقييد يديه. أثناء احتجازه استجوبوه حول عمله كصحفي وقدموا إليه القليل من الطعام والشراب. غير أن الخاطفين أفرجوا عن الزيدي وأطلقوه في الشارع وهو معصوب العينين بعد 3 أيام من اختطافه دون مقابل مادي أو فدية. أثارت عملية اختطافه موجة من القلق في العراق، التي شهدت تصفية عدة صحفيين خلال اعتقالهم في تلك الفترة. في كانون الثاني يناير عام 2008 اعتقلت القوات الأمريكية الزيدي ليلا وفتشوا مسكنه، لكنهم أطلقوا سراحه واعتذروا له لاحقا. في يوم الأحد 14 من شهر كانون الأول ديسمبر عام 2008 زار الرئيس الأمريكي جورج بوش العاصمة العراقية بغداد للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته بغرض الاحتفال بإقرار الاتفاقية الأمنية. خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الخائن نور المالكي رئيس الوزراء العراقي، فوجئ الحضور بالصحفي منتظر الزيدي يقذف زوج حذائه على جورج بوش. وبالتزامن مع إلقائه فردة حذائه الأولى، قال الزيدي لبوش: هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب الغبي. وقال وهو يرمي الفردة الأخرى: وهذه من الأرامل والأيتام والأشخاص الذين قتلتهم في العراق. بعدها اعتقله رجال الأمن العراقيين والأمريكيين وطرحوا
وجرحوه أرضا، ثم سحبوه إلى خارج القاعة مخلفا وراءه خيطا من الدماء يسيل منه على الأرض. بعد الحادثة صرحت أسرة الزيدي أنها تلقت العديد من مكالمات التهديد. وقد ذكر درغام الزيدي شقيق منتظر لوكالة فرانس بريس مساء الثلاثاء 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2008 أن أحد العاملين في المنطقة الخضراء أكد له أن منتظر نقل إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج إثر إصابته بكسر في ذراعه وأحد أضلاعه وإصابات في مناطق متفرقة من جسده. لاحقا قال خليل الدليمي المحامي الذي دفع عن الرئيس العراقي صدام حسين إن 100 محام عراقي تطوعوا للدفاع عن المراسل منتظر الزيدي. بشكل عام أعلن معظم الصحفيين العرب تأييدهم للزيدي بما فعله، مطالبين بسرعة الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي أثناء عملية اعتقاله. كان من أبرز المؤسسات الصحفية التي دافعت عنها هي نقابة الصحفيين المصرية التي أكدت تضامنها الكامل مع منتظر الزيدي. ولم تكن هذه النقطة الوحيدة التي ربطت مصر بالواقعة، فلاحقا وعقب خروجه من السجن صرح منتظر الزيدي أن الحذاء الذي استخدمه كان قد اشتراه من مصر. في النهاية إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتكم المدينة الوثائقية.